أهلا بكم. لماذا يفوز بوتين دائما في الانتخابات؟ وماذا سيفعل بوتين بعد إعادة انتخابه؟ هكذا افتتحت صحف غربية معادية لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفحاتها الأولى بتساؤلات عديدة حول جدوى الانتخابات الروسية، وأجابت الصحف على تساؤلاتها، لأن بوتين وحده لا منافس له ولا يعترف أصلا بالانتخابات والديمقراطية، وهو يستخدم الانتخابات لإطفاء الشرعية على الحكم وتثبيت وجوده إلى الأبد والقضاء على معارضيه. لكن ماذا بشأن سياسة بوتين بعد الفوز، خاصة في القضايا الخارجية؟ فعلى الرغم من تجنبه التطرق للحرب على أوكرانيا في تجمعاته قبيل بدء التصويت، لأن شغل الشاغل للروس، خاصة بعد العقوبات التي أثرت على حياتهم وعملهم والسفر والحصول على الفيزا في أوروبا وتأثيرات أخرى. كيف ينظر الغرب لاستمرار بوتين في الحكم لست سنوات مقبلة؟ هل ستعترف بنتائج الانتخابات أساساً؟ أحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبضته على روسيا وسجن معارضيه وقمع الأصوات الحرة ليفوز بانتخابات وصفت بأنها غير نزيهة، ليعزز قبضته على السلطة في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا. وبهذا الفوز سيضمن بوتين بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات ستجعله يتفوق على ستالين ليصبح أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام. الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من البلدان قالت إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة بسبب سجن المعارضين السياسيين والرقابة. أما بوتين فقد قال لأنصاره في خطاب النصر في موسكو إنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة تنفذها روسيا في أوكرانيا، وسيعزز قوة الجيش الروسي. الانتخابات الروسية تأتي في وقت يقول رؤساء مخابرات غربية إنه مفترق طرق بالنسبة للحرب الأوكرانية والغرب بشكل عام. وعلى الرغم من أن كييف استعادت السيطرة على بعض الأراضي بعد بدء الغزو الروسي عام 2022، إلا أن القوات الروسية حققت مكاسب بعد الهجوم المضاد الأوكراني الذي لم يكلل بنجاح واضح العام الماضي. وأما بالنسبة لأوروبا فسيكون بوتين مصدر قلق وتهديد متواصل، فالعقوبات الغربية سببت تراجع اقتصاد روسيا ووضعت بوتين على المحك وجعلته يواجه اضطرابات داخلية وضغوطات أكثر من الخارج. فكيف ستكون السنوات الست المقبلة في ظل حكم بوتين؟ مشاهدينا الكرام، هذا هو محور حلقة الليل. استوديو أخبار الآن ينضم إلينا من برلين الأستاذ منصف السليمي، محلل سياسي مختص بالشأن الأوروبي، ومن كييف الأستاذ عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ عماد وأسأل في البداية، أو لا أبدأ معك أستاذ منصف قبل أن أخذ وجهة النظر الأوكرانية، أو كيف تنظر كييف لهذه الانتخابات. أسأل مما تحدثت به وتساءلت به أساساً الصحف الغربية، أنه لماذا بوتين يفوز دائماً بالانتخابات؟ الحقيقة ربما في جواب مختصر قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عندما قالت أنه فاز في انتخابات وهي ليست انتخابات، بمعنى أنها الشروط الأساسية لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة لم تتوفر فيها. المعارضون يا إما في السجن أو بعضهم قضى، مثل المعارض نافالني، أليكسي نافالني الذي توفي في سجنه متأثرا بالمرض بعد سجن ومعاناة كبيرة وحادثة تسمم شهيرة، ومعارضيه الآخرين الذين تلاحقهم المخابرات الروسية في الخارج أيضا لم توفر أي شروط للمنافسة داخليا، فهو في حقيقة الأمر كان بمثابة استفتاء لتزكية بوتين في الحكم. وبوتين يسير في طريق أو يرسخ فكرة أنه قيصر وليس رئيس دولة ديمقراطية، بالتالي فإن الشروط الأساسية لتنظيم انتخابات ديمقراطية غير متوفرة في روسيا، ولذلك ردود الفعل
متحفظة. بالتأكيد أن الدول الغربية قبل حرب أوكرانيا ربما كانت مواقفها براغماتية ونفعية في العلاقة مع روسيا. هو نفسه بوتين الذي كان رجلا مستبدا، والدول الغربية كانت آنذاك تجامله ربما في مواقفها، ولكن الآن بعد غزوه لأوكرانيا وتهديده بغزو مناطق أخرى ودول أخرى في أوروبا وتهديده بأشكال مختلفة لأوروبا، تغير الوضع وصارت المواقف حادة، حتى أنه معظم رؤساء الدول الغربية لم يوجهوا له إلا استثناءات، لم يوجهوا له يعني تهاني بفوزه. وكذلك الصحف الغربية كما أشرتم في بداية البرنامج يعني توجه انتقادات حادة لانتخابه أو ما سمي بانتخابه. طيب أرحب بك من جديد أستاذ عماد، وأسألك عن حتى هذه النقطة، فعلا موضوع المقبولية الغربية لهذه الانتخابات، إن كانت هي انتخابات حقيقية أو كما يراها الغرب أنه هي انتخابات شكلية فقط، كيف من الممكن أن نرى ردة الفعل على هذه الانتخابات خاصة من الدول الأكثر أهمية من سواء من أوروبا أو حتى الولايات المتحدة؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكريم الأستاذ منصف والأستاذ المشاهدين. بالتأكيد يعني هناك اهتمام دائم باعتبار روسيا دولة أيضا لها حضورها ولها تأثيرها سواء السياسي أو الاقتصادي أو الغذائي وغير ذلك والطاقة، فبالتالي الاهتمام سيبقى موجود. المسألة الثانية، مسألة الانتخابات باعتقادي هي مسألة شأن داخلي روسي، ولكن كونها ترتبط في التقييم الخبراء لمدى الشفافية، واضح أن هناك تحفظات كبيرة جدا على سيناريوهات الانتخابات المتكررة في روسيا. وكما أشار الأستاذ منصف كذلك، أيضا نقطة أخرى باعتقادي أن الدول الأوروبية كانت تتوقع فوز بوتين، وهذه ليست مفاجأة أن يكون هناك فوز، لأن المعطيات كانت كلها تشير أن الانتخابات تسير ضمن مسار نمطي لن يكون فيه أي تغييرات لا في الأدوات ولا في القوانين ولا في المعطيات الخاصة في هذه العملية. لكن ما يعني أوكرانيا، نحن عندنا هنا أن أوكرانيا تريد أن يكون هناك قيادة سياسية روسية تحترم دولة الجوار، تحترم القانون الدولي، تراعي عدم تهديد وحدة وسيادة أي أرض من دول الجوار، والآن أوكرانيا معنية بأراضيها كونها حسب القانون الدولي تعتبر أراضي محتلة. مو هذه الفكرة، أنت قلت في البداية أنه هذا وفق المنطق المعتمد في روسيا أنه الفائز بوتين، يعني حتى قبل إجراء الانتخابات، وهو هذا الرأي أيضا يقول أنه ربما ستكون الصدمة ليس فوز بوتين وإنما أساسا فوز أحد منافسيه إن كانت هناك منافسة حقيقية. لم يكن هناك أي مؤشرات أن هناك منافس حقيقي، ولم يكن هناك حسب ما رصد كثير من الخبراء وأيضا نقل الإعلام البرامج الانتخابية للمرشحين، لم تكن تحظى أن يكون لها حظ في أن يكون لها ظهور وبروز ومواجهة أو منافسة للرئيس الروسي، فبالتالي كانت الأمور تحصيل حاصل، مجرد تحصيل حاصل. طيب أعود لك أستاذ منصف وأتحدث معك عن نقطة أنه الاتهامات الغربية سواء على مستوى حكومات أو حتى إذا تحدثنا عن النخب والصحف يقولون، بما أنهم يتباهون طبعا بتجاربهم الديمقراطية، يتهمون بوتين إلى حد أنه رجل حرب، رجل ديكتاتوري لا يؤمن أساسا لا بفكرة الديمقراطية ولا حتى بفكرة الانتخابات. هل هذه التوقعات أو هذه التصريحات والرؤى الغربية هي منصفة بحق بوتين أم لا مبالغ بها؟ يعني ترتفع حدة الانتقادات لبوتين على حسب المواقف السياسية؟ يعني بالتأكيد أنه أولا في البداية أريد أن أوجه التحية للضيف الكريم، أبدله التحية. يعني بالتأكيد أنه بالمعايير الدولية للديمقراطية فإن الوضع في روسيا في بدايات حكم بوتين ربما كان فيه
يعني مجال للمنافسة ومجال هامش من الديمقراطية والمنافسة والتعددية، لكن مع مرور الوقت تغيرت الأمور بشكل دراماتيكي. الأخطر في العملية هو أنه الاهتمام الغربي ربما لم يكن يولي مسألة الديمقراطية في داخل روسيا نفس القلق الذي يوليه في الفترة الأخيرة، لأنه غياب شفافية وغياب ديمقراطية والتشاور في داخل روسيا يؤدي إلى أن القرار فردي، لا أقول أنه غياب مؤسسات أخرى ورئيس بوتين، ولكن يصبح رئيس بوتين هو الرجل الوحيد المحدد، وعندما في القرارات السياسية والاستراتيجية وضمنها قرارات الحرب، وعندما يكون حاكما واحدا بأمره هو الذي يقرر وهو له مزاج عدائي مع الغرب، هنا تكمن خطورة بالنسبة للغرب. فأنت بجوار دولة كبرى، دولة عظمى لديها أسلحة نووية، وهي يحكمها رجل مستبد ورجل قوي داخليا ويريد أن يفرض قوته في الخارج بطريقة إمبريالية على جواره وعلى دول عديدة في العالم. ولذلك فإن قلق الغرب يتزايد، خصوصا أن الأمر لم يعد مجرد حرب جزئية على حدود أوكرانيا، وإنما أولا هو كان في البداية بدأ بغزو أوكرانيا على أساس وأنه تسقط كيف نفسها، ولكن فيما بعد استمرت الحرب طويلا وما زال يهدد كيان أوكرانيا بأكمله. لكن الخطورة الآن في أن هذا الرجل هو نفسه الآن يهدد بحرب أشمل. هو هذا السؤال أستاذ منصف، يعني حرب نووية. إذا تسمح لي، بعض التقارير تتحدث بأنه هو الآن هو ليس فقط يهدد الدول المعادية له إن صح التعبير مثل أوكرانيا أو غيرها من هذه الدول، وإنما حتى الدول من المفترض أنه حليفة له مثل بيلاروسيا يحاول أن لا يحتلها طبعا، وإنما يسيطر عليها. يعني هذا ما تحدثت به التقارير الغربية، سيطرة اقتصادية وحتى سياسية. فبالنهاية حتى هذا يقلق حلفاء بوتين وحتى المعادين له في الغرب. بالتأكيد أنه بالنسبة لجواره حتى حلفائه، كما أشرتي تفضلتي بذلك، أنه سواء الدول آسيا الوسطى التي ترتبط، الدول القوقاز التي ترتبط بمعاهدة كذلك تشمل أيضا بيلاروسيا، هذا التجمع الإقليمي في حقيقة الأمر بوتين يفرض عليه نظاما في داخله أيضا. هذا النظام هو يريد أن يستنسخ النظام الذي يقيمه في روسيا ويشمل باقي الدول الأعضاء الأخرى، ولذلك القمع الشديد في دول مثل قرقستان وغيرها. معنى ذلك أن رئيس بوتين يريد أن يكون له بيادق في جواره القريب، بكيفية أنه يحركها كالدماء ويكون هو هذا جزء من نفوذ روسيا، ما يسمى بالمجال الحيوي لروسيا، والذي يريد أن يوسعه إلى أوروبا الشرقية أيضا، وهنا تكمن الخطورة بالنسبة لأوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى والغربية. ولكن الفكرة الرئيسية هو أنه بوتين في نطاق حدود الاتحاد الروسي يريد مع الدول الحليفة له في إطار الاتحاد الآسيوي الأوروبي، يعني أنه يعمل منظومة هو النواة الصلبة فيها ودول وباقي الدول هي تابعة له، وبالتالي فإن أنظمتها الداخلية غير قابلة للتغيير بأي اتجاه سوى الاستمرار في استراتيجية بوتين. الخطورة الأخرى هي أنه رئيس بوتين بفلسفته ما يسمى روسيا ذات الهوية الأورو آسيوية، والتي يريدها أن تتوسع في المحيط الأوسع في شرق أوروبا، وبالتالي لتصبح قوة عظمى توازن مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأخرى مثل الصين الصاعدة. هذه القوة تتم، هذه القوة لا تتم بالطريقة الناعمة، هي تتم بالطريقة الصلبة، بالطريقة المسلحة، بالتدخل العسكري المباشر. خلال 10 سنوات الماضية رأينا ما حدث في جورجيا وفي وصولا إلى القرم ثم وصولا إلى أوكرانيا، شرق أوكرانيا بأكمله. ولذلك فإن الوضعية على درجة كبيرة من الخطورة، وأعتقد أن الغرب خشيته أكبر الآن
هو أن يشن رئيس بوتين أن يذهب إلى ما وراء أوكرانيا، وهنالك جنرال كبير في الجيش الجيش عفوا الروسي صرح أمس لوسائل لقناة روسية قريبة جدا من بوتين، وقال فيها أن الحرب في أوكرانيا هي مجرد حرب تمهيدية، أو سماها يعني intermediate stage أو intermediate steps، بمعنى هي مرحلة انتقالية، وأشار بشكل مباشر إلى دول أوروبا طيب الوسطى الشمالية بمعنى دول البلطيق. ولذلك فهنالك خطر حقيقي بأن يعني أن تتطور الأمور بشكل دراماتيكي، طيب ولذلك فإن قوة بوتين ليست مجرد قوة داخلية لتكوين أمة روسية قوية منسجمة، وإنما خطورتها في نزعته التوسعية للاستيلاء على دول مجاورة. طيب سأعود لك أستاذ منصف والأستاذ عماد ولكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا لاستكمال حديثنا حول مرحلة ما بعد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بست سنوات مقبلة، هو سيبقى على سدة الحكم. أستاذ عماد أعود لك بنقطة، أنه دائما ما إذا تحدثنا عن موضوع انتخابات أو أنه رئيس يتم التجديد له وإلى آخره، تكون هناك تساؤلات حول سياسة هذا الرئيس أو المسؤول بالفترة المقبلة بالولاية الثانية، والكثير يقول بأن الولاية الثانية ليست كالولاية الأولى. هذا بشكل عام، هل هذا يمكن أن نسقطه على بوتين أم لا؟ بوتين مثل ما بدأ بالولاية الأولى والثانية وسيستمر بنفس السياسة؟ يعني باعتقادي يعني الأمور هذه خاصة بالسياسيين. نحن ما نراه في المشهد أن سواء روسيا بالتحديد أو دول أخرى دائما تكون الفترة الثانية هي فترة محاولة التأكيد على نجاح وقدرة القيادة السياسية على إدارة الأمور وعلى تحقيق طموحات الشعب وتنفيذ البرامج الانتخابية والوعود التي تم يعني وعد بها الشعب. وبالتالي ما نراه الآن مع وجود الحرب الروسية في أوكرانيا أن هناك تحديات كبيرة تواجهها روسيا. نعم هي استطاعت أن تتجاوز التوحد الغربي في دعم أوكرانيا لمواجهة أي تهديد مستقبلاً. أستاذ منصف أعود لك بنفس التساؤل، هل ترى بأنه هذه الولاية الجديدة لبوتين تعني مزيدا من المواقف المتشددة أكثر حتى من الولاية السابقة أم على العكس؟ بما أنه ثبت نفسه فهو الآن لا يحتاج إلى مواقف أكثر تشددا أو تطرفا وقرارات ربما قاسية حتى على الروس قبل أن تكون على الدول أو حتى بالقرارات الخارجية. برأيي أنه من المهم في تحليل السياسة الروسية أنه دائما وضع كل السيناريوهات الممكنة. الرئيس بوتين يعتمد أسلوب المفاجأة في سياسته الخارجية، ولذلك فإن مجال أو إطار التوقعات ينبغي توسيعه إلى أوسع قدر ممكن. الرئيس الروسي لا أعتقد أنه يراعي كثيرا مسألة الدورات الانتخابية، هي مجرد محطات بالنسبة له لتقوية الدعاية. أنا برأيي الاستراتيجية التي بناها الرئيس الروسي منذ أكثر من 10 سنوات لبناء روسيا الجديدة، الأمة الروسية الجديدة ذات الهوية الأوراسية، أعتقد هي الآن في مرحلة يعني قطعت شوطا باحتلاله لجزء من أوكرانيا وبتهديده لدول أوروبية أخرى ولبفرضه مجموعة من المعطيات الجديدة على الغرب. وبالتالي أعتقد أن الرئيس الروسي الآن في خطاباته الأخيرة سواء في الانتخابات أو في ذكرى ضم القرم أو احتلالها كان واضحا أنه يتحدث عن النصر،
وبالتالي يريد أن يبني على النصر. ماذا يعني عندما يتحدث هو عن النصر؟ يعني ذلك أنه عسكريا يهزم أوكرانيا، وطريقة هزم هزيمة أوكرانيا ينبغي توقع كيف يمكن أن تكون. هل هي مجرد احتلال جزء من أوكرانيا أم مزيد التوسع في أجزاء أخرى؟ مبدئيا هو ضم جزء من شرق أوكرانيا، لكن ماذا يعني المزيد؟ أم أنه سيمضي لما بعد مسألة أوكرانيا بفتح جبهات جديدة مع الغرب؟ طبعا الهدف الرئيسي لرئيس بوتين وروسيا هو أنه ضغط على الغرب ليتنازل له عن الشروط التي كانت قائمة قبل حرب أوكرانيا، والتي كان فيها الغرب ربما فيها انتقادات لسياسة الغرب أنه تجاهل مطالب بوتين أنذاك، مطالبه الجيوستراتيجية المتعلقة بنشر أسلحة الباليستية والنووية في منطقة شرق أوروبا، وترتيب وضع أوكرانيا، حيادها وعدم تسلحها، وهذه الأوضاع التي تجاهلها الغرب والتي كانت متضمنة في اتفاقيات إثر انهيار جدار برلين وعودة الوحدة الألمانية وانهيار الاتحاد السوفيتي، وتجاهلها الغرب. الآن الغرب سيضطر للتفاوض مع بوتين في حالة بدأت المفاوضات الآن، ولكن هذا ليس واردا لأن بوتين الآن يحضر إلى هجوم الربيع على أوكرانيا، وهجوم الربيع يعني ذلك أنه سيستمر بضعة أشهر، والخطورة في ظل تذبذب الغرب سواء بسبب الانتخابات الأمريكية وتردد الكونغرس أو بسبب نوعا ما التململ في الصف الأوروبي وعدم الانسجام الكامل رغم وجود قرارات عقوبات وغيرها ومنظومة كاملة لمواجهة روسيا، ولكن استراتيجية المواجهة في أوكرانيا والدعم الأوروبي هو موصول وتم التأكيد عليه في القمة الأخيرة الثلاثية بين رئيس وزراء بولندا والمستشار الألماني ورئيس الفرنسي ماكرون في برلين منذ أيام قليلة. لكن أعتقد أن الأوروبيين يعيشون حالة غير، خلينا نقول، غير مستقرة في مستوى صنع القرار. هو هذا ربما أستاذ منصف، هذا عدم الاستقرار أيضا الأوروبي خاصة بملف أوكرانيا، أعود بهذه النقطة لك أستاذ عماد، هذا عدم الاستقرار الأوروبي هو ربما الذي يشكل حافز، وما زال مستمرا هذا الحافز لبوتين بالاستمرار بالحرب، لأنه متيقن بأنه هذا الدعم مؤقت وسينتهي من الغرب لأوكرانيا، وبعد ذلك يستطيع الانقضاض على أوكرانيا. بداية لابد أن نقول أن العالم الآن للأسف يعيش مرحلة من اختلاط أو يعني تجاذبات في المواقف، وأيضا اختلاف في المصالح القومية أو الاستراتيجية. هناك مصالح غربية، مصالح للصين، مصالح لروسيا. هذه المصالح هي ستجر العالم في حال عدم وجود يعني التزام بالقانون الدولي واحترام لهذه المبادئ والقوانين المعمول بها، ستجر العالم إلى ويلات ونكبات، وستؤدي فعلا إلى حرب عالمية ثالثة. ستتسع الحرب، لن تكون فقط على الأرض الأوكرانية عسكريا، ولن تكون فقط في مجرد الحرب العسكرية، ستكون في الطاقة، ستكون في الغذاء، ستكون في وسائل أخرى، وللأسف قد تستخدم الميكروبات أو الفيروسات التي كانت للآن هناك يعني بعض من يرصد أن فيروس كورونا هو كان مصطنع. نعم هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن على الأقل هناك احتمالية أن يكون مصطنع أو أن يتم استخدام مثل هذا الفيروس مستقبلا بأشكال مختلفة. إذن المبدأ الأساس للعالم هو أن العالم بدأ للأسف يفقد الثقة ببعضه البعض، والقوى الكبرى تحاول أن تفرض هيمنتها أو سيطرتها أو تحفظ مصالحها إن استطاعت بالأسلوب الدبلوماسي السلس فبه ونعمت، إن لم تستطع تحاول أن يعني تظهر شراسة في استخدام القوة، سواء القوة الاقتصادية، السياسية، الأمنية، العسكرية، كل أنواع القوة تستخدم ويتم المناورة فيها لحين تحقيق المآرب المطلوبة. فبالتالي روسيا لديها طموحات ولديها أيضا مصالح، الغرب لديه، أمريكا لديها، إيران، روسيا، الصين عفوا كذلك. فبالتالي في ظل غياب يعني دور فاعل للأمم المتحدة وللقوانين الدولية المعمول بها، سنبقى نعيش ضحايا
توجهات بعض القادة السياسيين الذين كما أشرت يتجاوزوا القانون الدولي ويتجاوزوا يعني المبادئ الأساسية في تحقيق النجاح ليصلوا إليها بأي شكل كان، حتى لو كان على يعني ارتكازها على سفك الدماء أو تدمير دول وبنى تحتية مختلفة في عدة أماكن في العالم. طيب أستاذ منصف، أمريكا كيف تنظر يعني الآن بإدارة بايدن؟ معروف يعني ربما أكثر فترة طلبت العلاقة ما بين روسيا والولايات المتحدة، هل هي تنتظر مثلا الإدارة الديمقراطية ما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية وبعد ذلك ربما لكل حادث حديث، أم لا هي السياسة الآن واحدة سواء بقي بايدن أو جاء ترامب، بما أنه الموضوع في تهديد قومي لأمريكا عن طريق أوكرانيا؟ في حقيقة الأمر يمكن القول فيما تبقى من ولاية الرئيس بايدن، وهي فترة قليلة إلى حين الانتخابات المقبلة، في جوانب على المستوى المؤسساتي إدارة بايدن تتعرض لضغوط داخلية كبيرة من طرف الجمهوريين في الكونغرس لتعطيل قرارات المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وهي بدون هذه المساعدات أعتقد أن أوكرانيا مهددة بكارثة بانتصار روسيا عليها، ما لم تتدارك الولايات المتحدة. هذا على مستوى المؤسسات الداخلي. هنالك اعتبار آخر أعتقد أن الرئيس بايدن يأخذه بعين الاعتبار بشكل مهم جدا، وهي مزاج الرأي العام الداخلي. هنالك قوى شبابية في سواء داخل الحزب الديمقراطي أو في المجتمع الأمريكي أو في داخل الرأي العام الأمريكي، سواء هي قوى ذات توجهات ليبرالية وتحررية وتنتقد الحروب، وبالتالي فهي ليست متفقة تماما مع طريقة إدارة الرئيس بايدن للمواجهة في أوكرانيا ضد روسيا، أو هنالك نزعات يمينية شعبوية يتزعمها الرئيس ترامب، وهي تدعو إلى أمريكا أولا وعودة أمريكا كمركز للاهتمام، وبالتالي سواء كذا كان ذلك على حساب أوروبا أو غيرها. ولذلك كانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق ترامب مؤخرا خلال حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري كانت مثيرة جدا، عندما قال إذا لم تدفع بعض الدول الأوروبية حصتها في حلف الناتو فسأشجع روسيا على غزوها. أثار ذلك كابوسا في أوروبا، وأعاد من جديد كابوس رئاسة ترامب للولايات المتحدة عندما وقع تخلخل كبير في التحالف الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة وفي داخل حلف الناتو. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة إلى حين الانتخابات المقبلة ستظل في موقفها حرجا، وهي تواصل دعمها لأوكرانيا ولكن بطريقة غير يقينية. وفي حالة وصول رئيس ترامب أعتقد أن أمورا كثيرة ستتغير. رئيس ترامب مستعد لإبرام صفقة مع رئيس بوتين، وهما متقاربان ولديهما أشياء كثيرة يشتركان فيها، وهنالك نوع من التعاطف الشخصي بينهما. ولذلك أعتقد أنه والرئيس على فكرة أن سياسة الرئيس بوتين ونزعته الآن وتصريحاته وخطاباته وتهديداته هي أيضا جزء منها حسابات روسية للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة والانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تجري في يونيو المقبل. ولذلك هو عام انتخابي في الغرب، عام انتخابي بامتياز، ورئيس بوتين يريد أن يلعب أوراق أيضا في التأثير على مسارات ومخرجات انتخابات هذه الدول. هذه ربما أيضا نقطة مهمة أستاذ منصف، سأعودك وللأستاذ عماد ولكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل الأخير، ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. ضمن فقرة الرأي رأيكم، سألنا المتابعين على منصاتنا في مواقع التواصل ماذا يعني 6 سنوات جديدة لبوتين في السلطة، المزيد من عزلة روسيا بنسبة 9%، استمرار غزو أوكرانيا بنسبة 13%، المزيد من التصعيد مع الغرب بنسبة 78%. أستاذ عماد، استمعت للتساؤل والاستفتاء وإجابات الجمهور، مع أي رأي تذهب؟ والله مع الثلاثة، لكن بالتأكيد المزيد من التصعيد مع الغرب، لأن الثقة انعدمت أو باتت الآن فيها شرخ كبير بين روسيا والغرب. كل له مبررات يخشى من الطرف الآخر، فباعتقادي أن الأغلبية ستكون يعني ليست مجرد الحرب الأوكرانية بل التصعيد مع الغرب. طيب، مع أوروبا تحديدا. طيب، وأنت أستاذ منصف، مع أي رأي تذهب؟ بالتأكيد أن مزيد التصعيد مع الغرب أعتقد هو اتجاه مرجح، لأن مصالح روسيا الداخلية أو مصالح الرئيس بوتين ونزعته تجسد ذلك، وكذلك في الغرب هنالك تململ كبير واضطراب كبير، وهنالك وأيضا هنالك أسئلة في العالم حول مدى يعني حول مستقبل قيادة الغرب للعالم في ظل صعود الصين وغيرها. ولذلك بوتين يريد أن يستغل هذه المرحلة للمضي إلى الأمام لتحقيق مكاسب أخرى على حساب الغرب. هذا التململ الذي تتحدث عنه أستاذ منصف، أيضا هناك بما يقابله تململ في الداخل الروسي بحسب التقارير، رغم أنه لا يتم إظهار طبعا ذلك عن طريق الإعلام الروسي لأنه معروف الأسباب والتداعيات أيضا، لكن تململ من أنه استمرار للعزلة، فرص العمل أيضا تأثرت بموضوع الحرب على أوكرانيا وبالتالي عقوبات وإلى آخره، موضوع حتى السفر الفيزا وإلى آخره، يعني تبعات كثيرة عندما يتم عزل بلد ليس بالبلد الهامشي مثل روسيا. بالتأكيد أن نزعة الرئيس بوتين للتصعيد خطابه والهروب إلى الأمام هي إحدى دوافعها، هي أيضا الجوانب الداخلية كما تفضلتي. هنالك مؤشران مهمان للوضع الداخلي في روسيا، أولا الوضع الاقتصادي، وثانيا نقطة التعبئة للحرب. بالنسبة للوضع الاقتصادي، لحد الآن صمد الاقتصاد الروسي نسبيا رغم الأضرار الكبيرة التي تكبدها، ولكن هذا الصمود النسبي هو ناتج عن تخطيط روسي مسبق، تخطيط بوتين لاقتصاد الحرب، لأن أصلا موارد البلد تعتمد على الطاقة وتعتمد على مجموعة من القطاعات التي ليست مثل السياحة أو غيرها مثل دول أخرى. هو أصلا بلد اقتصاده يعتمد بشكل رئيسي على الطاقة والتسلح وصناعة الأسلحة وموارد الأولية، وبالتالي فإنه وجد أسواق أخرى بديلة في آسيا وإيران والهند، والصين صارت شريكا أقوى من ما قبل حرب أوكرانيا. هذا المعطى يحاول رئيس بوتين أن يعني يلتف عليه، لكن طول أمد الحرب وفي حال توسيعه للحرب إلى مناطق أخرى، لا أعتقد أن الاقتصاد الروسي سيصمد أكثر، سيتضرر بشكل كبير. ولذلك الرئيس بوتين على مدى استراتيجي بعيد هو أيضا مضطر إلى أن يجد حل ما. المؤشر الثاني المتعلق بمسألة التعبئة للحرب، على المستوى المعنوي العام في الشعب الروسي، حرب أوكرانيا ليست حرب ذات طابع شعبي أو هي ذات سند شعبي، ولذلك انعكاسها يكون على المزاج الشعبي، ولكن بشكل أخطر على قدرات نظام روسيا بأنه وجيشها في تعبئة الجنود، في تعبئة الناس للانضمام للجيش، وخصوصا في أوساط الشباب. ولذلك نرى مظاهر عديدة لهروب، سواء الناس كانوا في الجيش أو شباب مرشحين للانضمام للجيش، أو طرق عديدة للهروب من روسيا. لذلك فأن هذه المعطيات الداخلية مؤثرة جدا بالنسبة لبوتين، لأنها يمكن أن تهدد حكمه. طيب أستاذ عماد، أعود لك بنقاط أيضا هي بالتأكيد مهمة لروسيا ومؤثرة في الخارج، ليس فقط موضوع الحرب على أوكرانيا. مثلا فاغنر،
مستقبل فاغنر إن كانت هي ما زالت موجودة حتى بهذا المسمى بعد التمرد الذي قام به بريغوجين وإلى آخره؟ هل بهذه الولاية الجديدة لبوتين يعني المزيد من الملفات التي ستمنح إلى فاغنر خاصة في الخارج، إذا كانت في ليبيا، في أفريقيا، الدول الأخرى يعني، وفي سوريا ودول ثانية، أم لا؟ ربما سيتم سحب أوراق فاغنر خاصة خلال الفترة المقبلة. الناحية هناك بالتأكيد اهتمام روسي بأن تكون لديها أوراق وأدوات في مختلف مناطق العالم للتأثير، لتكون مواقف هذه الدول لصالح روسيا، وبالتالي استخدام فاغنر كان له تأثير كبير، وكانت ورقة استطاعت روسيا أن تناور بها في عدة محاور، ولكن كان هناك يبدو أخطاء، من أبرزها أن القيادة الروسية لم تستطع أن تضبط إدارة فاغنر، مما بات يشكل عبء عليها أو خطر، ليس كفكرة ولكن كتنسيق وإدارة ومتابعة وإشراف. فبالتالي بالتأكيد روسيا ستحاول الاستمرار بإيجاد أي حضور لها، سواء كان تحت مسمى فاغنر أو مسمى جديد، ولكن أن يكون تابع لإحدى الوزارات وخاصة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، لحتى تكون مسألة الإشراف عليها ومتابعتها وضمان ألا تخرج عن المسار الموضوع والمرسوم لها حتى تكون في مأمن كامل. فبالتالي استمرار هذا الدعم لمثل هذه الأفكار لا أعتقد أنه سيتوقف. هذه أيضا نقطة أعود لك بها أستاذ منصف. فاغنر أو هذه المجامع من المرتزقة، هل ستبقى مثل ما هي أم لا؟ أنه هي ورقة واحترقت وأدت ما أدت ما كان عليها، والآن ربما روسيا تبحث عن مرتزقة ربما هم جدد أو حتى من القدامى لكن بمسميات أخرى. بالتأكيد أن حرب أوكرانيا وتفاعلات قسط بريغوجين يعني أظهرت إلى أي حد أن دور فاغنر استراتيجي في السياسة الخارجية واستراتيجية لروسيا. أعتقد على المستوى الداخلي فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، مجموعات فاغنر ستكون أكثر أقل استقلالية، وبالتالي ستكون بشكل شبه مدمج كليا لقيادة لوزارة الدفاع، لأن الحادثة قصة القائد السابق الذي قتل في ظروف مشبوهة جدا وملتبسة جدا تظهر إلى أي حد أن القيادة الروسية لن تسمح مرة أخرى بأن تلعب مجموعات فاغنر أي هامش استقلالية خارج نفوذ الرئيس بوتين. هذه نقطة. لكن على المستوى الخارجي هنالك مكتسبات بمنطق السياسة الروسية كثيرة حققتها في أنحاء عديدة من العالم، منها سوريا، منها ليبيا، منها دول الساحل والصحراء في القارة الأفريقية، ودول أفريقيا الوسطى مثل دولة أفريقيا الوسطى، وكذلك في السودان هنالك مكتسبات عديدة حققتها روسيا بالاعتماد على فاغنر. والآن هنالك تقارير تفيد بأن المجموعة المتواجدة في ليبيا سيكون واحد من وظائفها الرئيسية توجيه العمليات التي تتم في داخل العمق الأفريقي. إذن من حيث الفعالية السياسة الروسية الخارجية ما تزال بحاجة ماسة لهذه المجموعات. أنا لا أستبعد أن تستحدث مجموعات أخرى موازية. لماذا؟ لأن السياسة الروسية الخارجية، روسيا ليست قوة ناعمة، روسيا تعتمد مثل تأثيرات الغرب. الغرب يمكن يأثر عليك بماكدونالدز، يمكن يأثر عليك بأشكال كثيرة، بقضية بأشكال مختلفة ناعمة، لا تكون حادة ولا تكون يعني أجريسيف، يعني لكنها مؤثرة. نعم، لا تكون تأثيرها مباشر وإنما تأثير على مدى أبعد، ولكن بالنسبة للسياسة الروسية لا تمتلك تلك القوة الناعمة، ولذلك فهي دائما
بحاجة ماسة إلى هذا النوع من الأدوار، سواء كان اسمها فاغنر أو أي اسم آخر. المهم أن سياسة روسيا جزء منها أيضا يعتمد على ما يسمى بالحرب الهجينة، الحروب عن طريق السايبر، عن طريق الهجمات السيبرانية، عن طرق تجسسية، عن طرق اختراقات. ولذلك روسيا طورت ما بعد الاتحاد السوفيتي آليات للتحكم والنفوذ هي غير مألوفة. ولذلك أقول أنه حتى غزو أوكرانيا وما ظهر من عمليات روسية في أنحاء عديدة من العالم مثل القارة الإفريقية والانقلابات العسكرية التي تمت، أظهرت إلى أي حد أن المؤسسات الغربية، أجهزة الاستخبارات الغربية فوجئت، وهنالك قدرة كبيرة للفاعل الروسي على تحقيق اختراقات على حساب نفوذ الغرب. وأعتقد أن المرحلة المقبلة سنشهد فيها أشياء تطورات مثيرة جدا، لأنها النظام العالمي بمجمله هو بصدد إعادة التشكل باتجاه قوى قطبية، لكن سيبقى سؤال كبير: ما دور روسيا في التعددية القطبية التي ستكون فيها الصين وربما قوى أخرى مثل الهند أو برازيل أو بالقارة الإفريقية يمكن أن تكون بشكل ما، دول الشرق الأوسط، يمكن دول الخليج يكون عندها وزن أكبر مما كان في السابق، ويظهر هذا من خلال قدرتها ومناورتها في سياساتها الخارجية واستراتيجياتها. لذلك الوضع، احنا في مرحلة انتقالية في النظام العالمي، واعتقد ان روسيا تريد ان تحافظ او تلعب دور اكبر مما لعبته في المرحلة التي اعقبت انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي. طيب قبل الختام أسألك أستاذ عماد عن نقطة ما تحدث به الأستاذ منصف، أنه ما هو موقع روسيا في هذه المتغيرات وتعدد الأقطاب، خاصة إذا تحدثنا عن أقرب ما هم حلفاء وبنفس الوقت أيضا منافسين، الصين مثلا. يعني قرأت تقرير لإحدى الصحف يتحدث بأنه على الرغم من العلاقة الاستراتيجية والقوية ما بين البلدين، لكن دائما ما تقلق روسيا من الدور الصيني، لأنه السياسة التي تستخدمها الصين ومنها السياسة الناعمة، وهذا أكدها الأستاذ عماد، لا تستطيع روسيا أن تستخدمها، لا تمتلك حتى الأدوات. صحيح، أنا أشارك الأستاذ منصف في ذلك. بداية نقول أن روسيا من الصعب الآن في المرحلة الحالية التكهن في مدى استمراريتها كقوة مؤثرة في الواقع الدولي والمجتمع الدولي. لا زالت هي مؤثرة، لا زال لها دور، لا زال يحسب لها حساب، ولا زالت قادرة أيضا على استخدام بعض أدوات الضغط. وللأسف جاءت التصريحات السياسية من الرئيس السابق ميدفيديف باستخدام الأسلحة النووية، أو أن روسيا إذا يعني تهدد أمنها القومي أو وحدتها لن تتوانى في استخدام قوتها وقدراتها. وأيضا يتفخر الرئيس الروسي الحالي أن روسيا تمتلك مقدرات نووية أكثر من الغرب، فبالتالي كل ذلك سيجعل الأمر يعني من الصعوبة أن نتكلم عن مستقبل القوى الدولية. لكن المؤشرات إن بقيت على ما هي عليه سيبقى لروسيا دور مؤثر، وخاصة لا ننسى أن روسيا تستخدم علاقات دبلوماسية كبيرة في إفريقيا وفي دول متعددة، واستطاعت أن تحدث حراك وتوافقات واتفاقيات أمنية وعسكرية، وسواء في التصنيع أو في التزويد، اتفاقات في الغذاء في الطاقة. فروسيا أيضا استطاعت خلال الفترة الماضية استغلال الثغرة التي تركتها الإدارة الأمريكية ووظفت ذلك بشكل إيجابي. وأيضا لا ننسى كذلك التأثير الإعلامي الكبير للقنوات الروسية بمختلف اللغات بما فيها اللغة العربية. طيب اتضحت الصورة، هذا ما سمح به الوقت الأستاذ عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا من كييف، وكان معنا من برلين الأستاذ منصف السليمي المحلل السياسي المختص بالشأن الأوروبي. شكرا لك أيضا، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.